منه اللي يبي ياخدك منه. ترى قتله انت حقي انا. المره دي مش زي كل مره، المره دي ممكن تتسجن فيها. عمر بقى جوزي، فهم يعني ايه بقى جوزي؟ ترى اليوم هتصيري ارملته على يدي. يا فندم، انا الدكتور عمر النوابي، وده المسدس اللي كان معاه. هم دول ولا كان في حد تاني معاهم؟ انا عارفه مين معاهم وعارفه مين بعتهم. مين اللي بيعمل كل ده؟ ولما ابو سحلول ضحكت على ابو رجلي مسلوخه ولع فيها 40 مره، وهي دي ما اتحرقتش من اول مره. اسكت بقى خلينا نكمل. ومن ساعتها طلع لها 4 رجلين وسموها من يوميها ام 44. تخمت بقى تخمت، وتوتة توتة فرغت الحدود. أنا حاسة إني بقيت نحسة عمر من ساعة ما دخلت حياتك، والمصايب مش سايباك. وليه ما تقوليش إنه ذنب ناس بيخلصوا ناس؟ مش فاهمة ناس مين وذنب مين. ناس كتير كانت حاطة ذنبها في رقبة واحد كان عايش حياته بالطول والعرض، ولما حس ان عمره بيتسرسب منه فاق واعلن التوبة. ناس كتير كانوا عايشين في ظل راجل مش شايف الا نفسه، وقضى نص عمره هزار على تسلية لحد ما اللعبة قلبت جد. كل اللي عمله بيطلع دلوقتي على جدته. والراجل ده يبقى انت يا عمر؟ انا لا ملاك ولا شيطان، انا بني ادم وعشت حياتي زي ما انا حاسس اني عايز اعيشها. انما لما حسيت ان عمري بيتسرسب بين ايدي وقفت واعلنت التوبه. ايوه، بس شرط قبول التوبه النيه. ما هي النيه دي، هي النية دي مش عارف اثبتها ازاي. محدش مصدقني خالص. ليه بس يا عمر؟ انا صدقتك، والدليل اني اتجوزتك. ما انا حبيتك وعشان كده اتجوزتك. يا سلام، ما انت حاولت تتجوز قبل كده كذا مرة، كلهم حبيتهم برضو. انت حاجة تانية خالص يا نمار. اسمعني يا عمر،
أنا عشت عمري كله أحوش نفس الراجل واحد بس، واخترتك أنت تبقى الراجل ده. اوعى تخليني أحس في يوم من الأيام إني بعت نفسي رخيص. اوعى يا عمر. احنا محتاجين نبعد أوي، نبعد أوي. يا القمر، نفسي أحس إني بتولد من جديد على إيديك، واغسل روحي في حضنك، وامسح بدموعك تراب الدنيا اللي معفرة ايامي. الوحدة اللي انت كمان بتهربي منها. وحدتي؟ مالكش دعوة بوحدتي، خليك في حالك. بس انت بقى بتهربي من الوحدة بتاعتك في مشاكل اخواتك وشغلك، انا بقى بهرب منها في حدوتة بضحك بيها على نفسي. انا لازم اضحك على نفسي عشان اكمل اعيش. طيب اضحك على روحك. صباح الخير يا تينا. صباح الفل. كويس اني لقيتك، انا عايزك ضروري جدا. بقولك ايه، مسكوا راجل المجرم ولا لأ؟ لا لسه بيدور عليه. يا رب بقى، يا رب يعطروا فيه ويخلصونا. انا اروح اشوف البيت كملت الفطار ولا لأ. ايه؟ يا عالم. ايه؟ تعالى، انا عايزك. انا عمك. يا عمك ايه فيه؟ وانا عايز ايه؟ تعالى عايزك. البنت بتاعت امبارح لبستها فين؟ ايه رايك فيها ها؟ عشان تعرف ذوق عمك. ذوق عمي ايه؟ دي المصيبه اللي بتستفزني وبتاخد مني فلوس عشان السي دي. ايه ده؟ هي البنت دي اللي في السي دي اللي معاك عشان خاطري يا عمر، عشان خاطري اشوف السي دي. دي بنت مزه جامده قوي. شوف السي دي؟ ها شوف السي دي ازاي؟ ما انت كنت بتعمل ايه طول الليل؟ اصل غلبني النوم، نمت. نمت؟ نمت؟ ايوه نمت. تبنى الى الله، تبنى الى الله. يعني كمان فضحتنا، فضحتنا يا عمي. المهم، المهم هاي قابلتها فين؟ في البار. وانا خارج من البار بتطوح، راحت شبكه في ايدي، قلت بدل ما اتطوح وقع جبتها معايا لغايتنا عشان نتطوح سوا. البت دي قصدان انا، انا بقول لك، انا بقول لك البت دي قصدان انا. ايوه أنا فهمت، بتدور وبتحوط عليا عشان توصل لي. وأنا مش عارف أعمل إيه، ده غير المصيبة التانية اللي أنا مستنيها. تقصد مين؟ سابع نومة حبيب قلبي. الله يخرب بيتك يا مغاوري. الله يخرب بيتك. ده ايه؟ هي دي المقابلة اللي بتقابلها لحبيبتك ام ولي العهد؟ ولي عهد ايه يا بنت انتي؟ ولي عهد ايه؟ يا ساتر على لوحة التلج والسقعية يا بنت. ايه البواخة اللي انت فيها دي؟ يا نهار اسود، انزلي في الدواسة. انزل ليه؟ العروسة بتراقبك ولا حاجة؟ انزلي في الدواسة يا حماية. الله يخرب بيتك. ايه يا عمر؟ بعد هناك. ما هذا الكلام اللي قالته لمار؟ لمار؟ هي اخبرتك؟ كيف ما تخبرني بامر خطير مثل هذا؟ مفيش خطير ولا حاجه يعني، ده شويه توتر كده من الشيخ يعني، حاجه طارئه طارئه، وهتروح لحالها ان شاء الله. تروح لحالها كيف يا عمر؟ هذه مصيبه. ما تفورش بقى يا عم الشيخ. مصيبه ايه؟